شاء الله فامي، السلام عليكم، كل شيء مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. ومرحبا بكم معنا اليوم في فلوق جديد او بلاصه جديده او مكان جديد ان شاء الله. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير، صحه وسلامه وطول العمر ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وطول العمر نتوما ووليداتكم ولا فامي ديالكم. تبارك الله عليكم جميعا. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو واحد بلاصه جديده، بلاصه واعره بزاف، بلاصه كيعاودوا عليها باللي هي واعره بزاف، ولكن هادشي اللي غنكتشفوا فيها. وخليكم معنا باش تكتشفوا هذه البلاصه هذه. ولا كنتي جديد معنا في القناه، دير سبسكرايب اصاحبي، ودير جيم، ودير شير للفيديو، وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك. المهم على كل حال الخوت، غادي نمشي واحد البلاصه زوينه بزاف كيسميوها العين السخون. وهاد العين السخون هذه كيقولوا بلي كيخرج واحد الماء، كيخرج الماء سخون 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 بزاف من واحد الجبل، من واحد البلاصه كيخرج منها الماء. وصراحه انا ديجا مشيت ليها واكتشفت هاد البلاصه هذه وشفتها وعجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم. اذا غادي نمشيو حنا نشوفوا هاد البلاصه هذه ونشوفوا القضيه كيفاش غتكون تمايا، وغادي نعوموا في هاد الماء. ودائما كما القاعده غنبارطاجي مع الاصدقاء ديالي كل شيء. وتحيه لكم جميعا، يلا ليتس جو. الولي سيدي احمد ام حند، هاد البلاصه غادي نهودوا ليها وغادي نكتشفوا شي بلايص تمايا واعرين، ماشي واعرين ولكن كاينين شي بلايص تمايا خصهم يتكتشفوا. فهمتيني ان هاد البلاصه هادي ديما كنت كنشوف هاد البلاكه هادي من 2007، ولكن كنشوف هاد الطريق هادي ما عمري عرفتها فين كتدي، ولكن اليوم غادي نمشي نعرف هاد الطريق هادي فين كتدي. خصني نعرف اصاحبي هاد البلاكه فين كتدي، ويلي ما نبقاوش مغاربه الا ما عرفناش هاد الطريق فين كتدي. ويلي المهم الخوت، كما قلت لكم كنا غاديين للعين السخون. صراحه العين السخون اللي بواحد البلاصه زوينه بزاف واعره، ان شاء الله غادي تشوفوها معايا في لا فيديو وغادي تكتشفوها. ولكن ملي كنت غادي تمايا كنت بديت فوق من الشنطه ويبان لي واحد البلاصه وكاسي ديال الخضريه، وانا نهبط ليها. هبط ليها صراحه ولقيت فيها شويه ديال المويه، ولقيت فيها الناس ساكنين هنايا والاراضي كيحرثوا الاراضي ديالهم ومسائل ديالهم، وكاين واحد الشارج هنايا حتى هو فيه الماء. داكشي واعر ما نعاودش لكم، ولكن غير هاد البلاصه هادي ماشي ديال السياحه ولا باش تجي تجلس فيها، وانما فقط هي الناس اللي ساكنين هنايا كيسقيو الاراضي ديالهم وعايشين في هاد الواد بخير وعلى خير وناشطين، والله يكمل عليهم بخير. هذا مكان حنايا غير كنا دايزين، جيت لهنا ضروري انا فضولي شويه كنبغي نكتشف شويه الاماكن اللي مخبيين. يعني هاد البلاصه هادي راه من 2008 ولا 2007 وانا كنجي للعين السخون، عمري هبطت لهاد البلاصه هادي. داكشي علاش باش تعرفوا ان لي فلوغر راه كيبحث كيقلب، ملي كتكون كدير لي فلوغ راه كتبغي تجبد شي حاجه ما كايناش، فهمتيني؟ ولكن ملي كتكون انسان عادي ما كتكونش عندك الاهميه باش تقلب على الاماكن اكثر. اذا هذا مكان غادي نستمتعوا شويه بوقتنا هنايا، غادي نمشي ان شاء الله باش نطلعوا للعين السخون حتى هو، باش نشوفوا القضيه ديال العين كيفاش دايره. على الله نلقاوها خاويه ما غامرش بالناس، حيت تما كيكون عامر بزاف بالناس، ولكن كنتمنى نلقاوها تكون خاويه. ياك واش خاويه ولا عامره؟ لا لا عامره صاحبي، لا خاويه وخاويه. المهم واحد البلاصه اخرى الخوت كنت كنجي ليها شحال هادي، كانت صراحة هاد البلاصة هادي واعرة بزاف. هايا كانت هنايا واحد الضاي ديال الماء، كانوا كيسقيو فيها دوك الرحل، دوك الرحل اللي كانوا كيكونوا هنايا في الغابة، راه باقيين لحد الآن، راه باقيين لهيه هما. إلا كانوا كيبانوا لكم ما عرفتش واش كيبانوا لكم على حساب فوكس، راه باقيين لهيه. ولكن هنايا كانت هادي المدة ديال 4 سنين، وهاد الضاية هادي كتكون عامرة دائما بالماء، يعني كيجيو دائما يسقيو فيها الاغنام ديالهم، الجمولة ديالهم، المسائل ديالهم. يعني هاد البلاصة هادي ولكن دابا حاليا راه نشفات، ما عرفت المشكل مناش، واش كانت بعدا اصلا هما اللي كانوا كيعمروها ولا هي اللي كانت كتعمر من الماء ديال الشتا اللي كيطيح. المهم الله اعلم، دابا هادي فكرة جاتني زوينة وقلت نشوف هاد البلاصة هادي كتذكرني بايام زمان. وهاد البلاصة هي العين السخونة الخوت، الطريق ديالها هي هادي، هاد الطريق اخرى اللي كتجيب من اكادير، هادي الطريق اخرى اللي كتجيب من اكادير، وهاد الطريق اخرى اللي كتجيب من ايلياغ. يعني كاينين ثلاثة ديال الطرق باش يمكن لك تجي لهنا، جوج طرق باش يمكن لك تجي لهنايا. ممكن لك تجي من اكادير عبر اكادير وفلا،
وممكن لك تجي من اكادير عبر طريق اليغ، طريق باراديس اللي كيطلع للباراديس، راه داك الطريق حتى هي راه ممكن تجي منها. المهم حاليا ها هو الطريق فين كاين، هاد الطريق هادي وكاينه هادي هاي. عرفتش كتبان لكم مع الفوكس، مع عندي كاميرا ما كنشوفش بزاف الفوكس واش مقاد ولا ما مقادش، ولكن غالبا غادي يكون مقاد على وجهي باسكو قديتو غير على وجهي. المهم على كل حال دابا حنا غادي نطلعوا مع الطلعه هادي، هاديك الطلعه اللي منين غنطلعوا، غنطلعوا ان شاء الله وغادي نشوفوا القضيه كيفاش غتكون. خليكم معنا ما تزبيوش، ليتس جو. المهم هادي هي اصعب طريقه الخروج هنايا، هاد الطلعه هادي صعيبه بزاف بالنسبه للطوموبيلات والموطور، يعني الانسان يكون على بال لان كيكون الحديد هابط وكيكون الحديد طالع، يعني كتكون هنايا مشاكل بزاف في هاد الطريقه هادي، وحضرت لي انايا المشاكل في هاد الطريقه هادي. يعني من الافضل الانسان يتاخذ الحيطه والحذر ديالو في هاد الطريقه هادي. خد دابا حنا وصلنا لهاد البلاصه هادي العين السخون، بلاصه واعره بزاف وزوينه، وصراحه انا كتعجبني بزاف وكنصح بزاف الناس يجيو ليها، الناس اللي عندهم مشاكل ديال البشره، والناس اللي عندهم مشاكل ديال حب الشباب وجميع انواع ديال الكلف، حتى هو يعني جميع انواع ديال النوع ديال امراض البشره راه ممكن تجي لهنايا وتعوم وتحمحم مع راسك. هذا الماء كيخرج بواحد درجه الحراره اللي مرتفعه بزاف وكيحرق الجلد، فهمتيني، يعني جميع الشوائب اللي كيكونوا في الجلد كيتحرقوا. هادشي بالتجربه انا جربتها وجربها الخوادري ديالي حتى هو، يعني بلاصه واعره بزاف والماء كيخرج بواحد درجه الحراره اللي عاليه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تتم تجي تكتشف هذه البلاصه. هذه بلاصه واعره بزاف وزوينه ومكان واعر، مكان واعر صراحه. غادي دابا غادي نعوم انا، غادي ندخل لهذا الماء، ولكن الماء كيجينا انا شويه سخون بزاف، يعني خصني الوقت باش نولي فوق. غادي نحاول دابا نعوم ونوفيكم بمزيد من الفيديوهات ان شاء الله. يلا خليكم معنا، ليتس جو. الله يجيب رايك. يلا خوز ما عنديش فين ندير الميكرو، درت المهم في الحيتي، المهم بحال الحيتي هذيك وانا حر فيها.
على كل حال دابا كما كتشوفوا راه عامنا المسائل ديالنا مقاده كلها، وصراحه استمتعنا بوقتنا هنايا في العين السخون. والعين السخون راه واحد البلاصه واعره بزاف الا بغيتي تجيو ليها. راه ديما كنوصيكم على الاماكن اللي كنمشي ليهم، اماكن اللي مزيانين دائما. انا كنبغي نعرفكم على دوك الاماكن باش حتى نتوما تكتشفوهم، تمشي تدورو مع وليداتكم، تمشيو تنشطوا. وهاد البلاصه هادي خصوصا هاد الملكين هنايا فيه المنفعه، يعني للناس فيه المنفعه للناس، وهو دواء البشره ديال الانسان، دواء الروماتيز ودواء وهادشي الاطباء اللي قالوا، ماشي انا اللي قلت، والناس اللي هنايا والتجربه. يعني كاينه شي حاجه هنايا، وكنتمنى لكم انكم تجي تشوفوها وتجي تكتشفوا هذه البلاصه الزوينه هذه. راه ما بعيداش بزاف على اكادير، يلاه 7 كيلومتر ما بينه وبين اكادير، راه كاينه غير ورا داك الجبل ديال اكادير. المهم الخوت بغيت نصور مازال شي حاجه، ولكن للاسف ديشارجات ليا الكاميرا للاسف. ولكن ان شاء الله دابا حنا غادي نغادروا هذه البلاصه. هذه بلاصه واعره بزاف وزوينه صراحه، كنتمناها لكم عندكم ما تجيوش، ضروري تجيو، ولكن غير قضيه وحده اللي نوصيكم عليها، الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تبداو تخليوا بلاصتكم نقيه دائما. الا كنتي في شي بلاصه سواء في الغابه، الا كنتي مخيم في شي بلاصه، دائما حاول تخلي بلاصتك نقيه. عرفتي علاش؟ لان هذه البلاصه هذه جيت ليها دابا درت لتحت في ديك البلاصه، ولكن شنو لقيت؟ لقيت الزبولات، ولقيت القراي تمايا، ولقيت بزاف ديال الحوايج، لقيت حتى الجثث تمايا لقيتهم ديال الحيوانات. يعني ماشي معقول باش اننا نجي واحد بلاصه زوينه بزاف اللي فيها واحد المويه، فيها واحد المنبع اللي هو طبيعي جدا، منبع رائع وفيه دواء للانسان، باش اننا نلوثوا البيئه والبلاصه اللي كنمشيو لها بحال هكا. يعني راه سامارش با كوم سا، باش غير تكونوا انتما عارفين هذا الموضوع هذا. الا كنتي دائما مشيتي لشي بلاصه، دائما الا خيمتي دائما طفي العافيه وجمع الزبل ديالك وخلي بلاصتك نقيه والكمال على الله. شتو دابا مقاوم طعام العين السخونه والمسائل، يلاه شوفوا يلاه خصكم غير تجيو، جيو الله بريخ. زيد 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 محل المكيف الوي في ارا ليا. المهم شتو كلشي بعينيكم، دابا المحل كاين، وي في كاين، مسائل كاين، ريستورانت هي كاينه، وباركينغ فين يمكن لكم تبلاصي الطوموبيل ديالكم هو هذا. حنا دابا غادي نغادروا ان شاء الله هذه البلاصه هذه، حيت صافي صورنا داكشي اللي غادي نصوروه، نمشيو ان شاء الله باش نمونطيو المسائل ديالنا. وتحيه للناس اللي كيشاهدوا قناتنا ديما، تحيه للرئيس مبارك. الرئيس مبارك حياك الله. يلاه تبارك الله عليك اسيدي، مالك كتقدي تصعب شويه في جوج؟ صافي السلام عليكم. يلاه حتى نتوما جيو تعوموا ديروا بحالنا. تشاو.